with Tanzeel Jafry. Alhamdulillah. He's in Surah Qasas. He's finished. He passed 10 juz. Alhamdulillah. May Allah accept from him and help him, inshaAllah, to memorize the whole Quran, to understand the Quran, to live with the Quran. Ameen. Say Ameen, please. Ameen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.